استأذنك اسمع الإجابة منك، بس نروح نسمع كلمة الرئيس الأمريكي باراك أوباما والتي بدأت إلى ونساعد الناس في طعام أنفسهم، في معالجة المرضى، وفي توفير الطاقة للمجتمعات في أفريقيا، وتعزيز نماذج التنمية عوضا عن الاعتماد على الآخرين، كما وقمنا بجعل مؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أكثر تمثيلا، وقمنا بحماية كوكبنا من التغير المناخي. هذه جهود هامة وقد أحرزت تغييرا فعليا في حياة الشعوب، وما كان في وسعنا تحقيق هذه الجهود لو لم نعمل معا. ولكن على الرغم من ذلك وحول العالم نرى القوى ذاتها من الهجرة العالمية التي جعلتنا نعتمد على بعضنا البعض، نرى أنها تكشف مشاكل فعلية في المنظومة العالمية، ونرى ذلك في عناوين الصحف في كل يوم. حول العالم اللاجئون يتدفقون عبر الحدود هربا من النزاعات العنيفة، ونرى أن الاضطرابات المالية تلقي بثقلها على العمال وعلى المجتمعات. في الشرق الأوسط نرى أن الأمن الأساسي، النظام الأساسي قد تدهور، ونرى حكومات عدة تسعى إلى قمع الصحافة والمعارضة وتدفق المعلومات. نرى أن الشبكات الإرهابية تستخدم وسائل الإعلام الاجتماعي ووسائل التواصل الاجتماعي للتأثير في الشباب. ونرى أن الدول النافذة تقوم بمواجهة القيود التي يفرض عليها القانون الدولي. إذن هذه المفارقة التي تحدد عالمنا اليوم. بعد قرن من الزمن، بعد نهاية الحرب الباردة، نرى أن العالم أصبح أقل عنفا وأكثر ازدهارا مما كان عليه في الماضي، ونرى على الرغم من ذلك أن المجتمعات تسودها أوجه عدم اليقين. على الرغم من التقدم الهائل الذي أحرزناه، نرى أن الناس باتوا يفقدون الثقة في المؤسسات، والحوكمة أصبحت صعبة، والتوتر بين الأمم بات ظاهرا وملموسا. وبالتالي أعتقد أنه في هذه اللحظة نحن جميعا نواجه خيارا. يمكننا أن نختار المضي قدما بنموذج أفضل للتعاون والاندماج، أو يمكننا أن ننسحب نحو عالم منقسم ويواجه الأزمات على حدود الدول والقبائل والأعراق والأديان. أقترح عليكم اليوم أنه علينا أن نمضي قدما ولا ألا نسير إلى الخلف. أنا أعتقد صحيح أن المبادئ، مبادئ السوق المفتوحة والحوكمة الخاضعة للمساءلة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون الدولي التي أنشأناها، صحيح أنها غير مثالية، ولكنها النموذج الأفضل للتقدم في هذا الزمن. وأنا أقول ذلك ليس استنادا فقط إلى النظريات والعقائد، بل استنادا إلى الوقائع، الوقائع التي غالبا ما ننساها بسبب الأحداث المتسارعة. إليكم أهم عامل يجب أن نتذكره: الاقتصاد العالمي حسن حياة الملايين من الرجال والنساء والأطفال. خلال الأعوام 25 الماضية، عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع قد انخفض إلى أقل من 10%، وهذه نسبة غير مسبوقة. هذا يعني أن الأطفال الآن أصبح لديهم ما يكفي من الطعام، أن الأمهات ما عدنا يفارقن الحياة خلال الولادة. في هذه الأثناء، إن التقدم الحاصل في العلوم الجينية سيساعدنا في توفير العلاج لعدد من الأمراض. الإنترنت
حتى بات يقدم المساعدة للفتيات في الكرة النائية في مجال الأدوية والصناعة والتواصل. نشهد تحولا في حياة الإنسان يؤثر في الزراعة والصناعة، ونرى أن الإنسان الذي يبصر النور اليوم سيحظى بفرص الآن أكثر من أي وقت مضى، وبصحة فضلة وتعليم أفضل. كما أن انهيار القوى الاستعمارية والشيوعية أصبح يوفر للناس فرصة لعيش في حرية واختيار القادة، على الرغم من المجالات التي نرى فيها أن الحريات بدأت تضيق. يبقى أن عدد النظم الديمقراطية حول العالم قد تضاعف خلال الأعوام 25 الماضية. في بقاع العالم النائية نرى أن المواطنين يطالبون باحترام كرامة الجميع بغض النظر عن العرق أو الدين أو الإعاقة أو الهوية الجنسية، ومن يمنع عن الآخرين الكرامة يخضع للمساءلة. نرى أن التقدم الحاصل في الإنترنت أتاح للناس التعبير عن أنفسهم. النظام العالمي أصبح ناجحا، وبالتالي اعتبرنا أنه من المسلمات أن القوى العظمى لن تشارك في حرب عالمية. ونهاية الحرب الباردة أزالت طيف نهاية العالم أو الحرب العالمية، ونرى أن الصين والهند ما زالا في مسار النمو الكبير. أقول ذلك ليس للاستخفاف بالتحديات التي تواجهنا أو أن أقترح أن تبقى الجهود على حالها، بل علينا أن نمضي قدما بهذه الجهود وبهذا التقدم. علينا ألا نتخلى عن الجهود التي أفضت إلى هذا التقدم، ولكن لكي نحقق تقدما علينا أن نعترف بأن المسار الموجود للاندماج العالمي يستوجب بعض التصحيح، لأنه غالبا ما أن أولئك الذين يتحدثون عن فوائد العولمة تجاهلوا أوجه عدم المساواة ضمن الأمم وبين الأمم، تجاهلوا تبعات الانقسامات الطائفية، وتركوا المؤسسات العالمية غير مؤهلة أو لا تتمتع بما يكفي من الموارد لمعالجة التحديات العالمية. وفيما تجاهلنا هذه المشاكل الحقيقية نرى أن بدائل تم توفيرها، سواء كان ذلك في البلدان الثرية أو الفقيرة. نتحدث عن التطرف الديني، سياسات القبلية الشعبوية العدائية، أحيانا من اليسار ومن اليمين. هم يعتقدون أنه يجب أن نعود إلى عالم أبسط بعيدا عن ما يعرف أو إنجاز القول التلوث الخارجي. لا يمكننا أن نتجاهل هذه الرؤى، فهي رؤى قوية، وهي تعكس عدم الرضا بين عدد من المواطنين. أنا لا أعتقد أن هذه الرؤى يمكنها أن توفر الازدهار والأمن على المدى الطويل، ولكنني أعتقد أن هذه الرؤى تفشل في أن تعترف وأن ترى عند أبسط المستويات إنسانيتنا المشتركة. فلدينا اقتصاد عالمي يعتمد على سلاسل التوريد الذي سيفشل هؤلاء من تحقيق مآربهم. إذن الحل لا يمكن أن يكون رفضا بسيطا للاندماج العالمي، بل علينا أن نعمل معا لكي نحرص على أن فوائد هذا الاندماج هي جماعية ومشتركة، وأن الاضطرابات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تأتي نتيجة هذا الاندماج يتم تصحيحها.
إذن لن نتحدث الآن عن التفاصيل، ولكن اسمحوا لي أن أشير إلى العناوين الرئيسية للمجالات التي يجب أن نحرص فيها تقدما أكبر. بداية، يجب أن يكون الاقتصاد العالمي مفيدا للجميع وليس فقط للنخبة. الأسواق المفتوحة الرأسمالية رفعت معايير ومستويات المعيشة حول العالم، العولمة إلى جانب التقدم والتكنولوجيا المتسارعة أفضى إلى تقويض حقوق العمال. في اقتصادات متقدمة مثل اقتصادي نرى فيها أن عدد من الوظائف في مجال الصناعة قد فمن يستفيد من العولمة استغل نفوذه السياسي لتقويض أكثر موقف ومكانة العمال. في الدول المتقدمة نرى أن النقابات الاتحادية والعمالية تعرضت للقمع ولم يتم الاستثمار في نمو العمال. نرى أن السياسات التي تعتمدها الحكومات مع نماذج تركز على الصادرات، ونرى أن الرأسمالية لا تخضع للمساءلة. 8 تريليون دولار في ملاذات آمنة من الضرائب، ولدينا أيضا نظام مصرفي في الظل لا يخضع للمساءلة. في هذا العالم الذي نرى فيه أن 1% من البشرية يسيطر على ثراء أكثر من 99% من البشرية، هذا العالم لن يكون مستداما. أعلم أن الفجوة بين الأثرياء والفقراء ليست فجوة جديدة، ولكن التكنولوجيا الآن تتيح لأي شخص يحمل هاتفا ذكيا أن يرى كيف أن الأثرياء يعيشون والمفارقة بين حياتهم وحياة الآخرين. نرى عندئذ أن التوقعات تزداد، ونرى أن الظلم فعلا يقوم بإزالة ثقة الناس في النظام. كيف يمكننا أن نقوم بتصحيح هذه المشاكل؟ فنحن لا يمكننا أن نحد من التكنولوجيا، ولا يمكننا أن ننظر إلى نماذج الماضي الفاشلة. إن بدأنا باللجوء إلى الحروب التجارية والمعونات التجارية والاعتماد الكبير على الموارد الطبيعية عوضا عن الابتكار، هذه المقاربات ستجعلنا فقراء جماعيا وستؤدي على الأرجح إلى النزاعات. والمفارقة بين نجاح على سبيل المثال جمهورية كوريا وفشل كوريا الشمالية يظهر كيف أن السيطرة على الاقتصاد لن يؤدي إلى أي نجاح أو تقدم. ولكنني أعتقد أن هنالك مسار آخر يساعد في تعزيز النمو ويوفر مسارا نحو الفرص الفردية وقصص النجاح. لن نتحدث عن اعتماد رأسمالية تفيد قلة قليلة من الناس، بل يجب أن نعترف بأن الاقتصاد يصبح أكثر نجاحا عندما نسد الفجوة بين الأثرياء والفقراء، ونعني بذلك احترام حقوق العمال لكي يستحيلوا إلى نقابات عمالية ويجنون راتبا لائقا. يعني ذلك أن نستثمر في المواطنين لكي يتمكنوا من تحويل أفكارهم إلى أعمال تجارية، يعني ذلك تعزيز شبكات الأمان لكي يتمكن المواطنون من المخاطرة أكثر لكي يبدأوا بمشاريع تجارية جديدة. هذه هي السياسات التي سعيت وراءها هنا في الولايات المتحدة وقد أثمرت فعلا. المشاريع التجارية الأمريكية أنشأت 50 مليون فرصة عمل جديدة. بعد الركود النسبة 1% من الأمريكيين كانوا يحصلون على النسبة الأكبر من أرباح، ولكن هذه النسبة قد انخفضت إلى النصف. وإن استثمرنا أكثر في البنى التحتية والتعليم المبكر للطفولة، أنا على ثقة بأن هذا التقدم سيستمر. وفيما سعيت إلى تنفيذ هذه السياسات والتدابير في بلدي، عملنا أيضا مع أمم أخرى للحد
من تبعات الرأسمالية، ليس لمعاقبة الأثرياء بل للحد من السياسات التي قد تؤدي إلى تدمير الثروات. لذلك عملنا مع الأمم الأخرى لزيادة المعايير المفروضة على النظم المصرفية وفرض الضرائب، لأن المجتمع الذي يطلب من الأثرياء أقل مما يطلبه من المواطنين سيتدهور. لذلك نسعى إلى الشفافية والتعاون والقضاء على الفساد ورصد الأرباح غير الشرعية، لأن الأسواق تخلق فرص عمل إضافية عندما تأتي نتيجة أو تعزز من قبل الجهود. لذلك سعينا إلى اتفاقات تجارية تقوم بتعزيز هذه المعايير، لأن عندئذ الفوائد تكون مشتركة. وكما استفدنا من خلال مكافحة أوجه عدم المساواة في بلدنا، أعتقد أن الاقتصادات المتقدمة ما زال عليها أن تبذل جهودا قصوى وإضافية لسد الفجوة بين الأثرياء والفقراء حول العالم. هذا صعب من الناحية السياسية، من الصعب أن ننفق المال على المساعدة الأجنبية، ولكنني لا أعتقد أن هذه مساعدة خيرية. لقاء هذه النسبة القليلة مما ننفقه على الحرب على العراق، يمكننا أن ندعم المؤسسات كي لا تنهار الدول الضعيفة بالأصل، ونستثمر في اقتصادات ستستحيل إلى أسواق لسلعنا. فنحن لا نتحدث فقط عن الخيار الصائب بل الخيار الذكي. لذلك علينا أن نستمر بجهودنا وأن نفي بوعودنا لمكافحة التغير المناخي. إن لم نتصرف بشكل جريء، نتيجة ذلك سيكون الهجرة الجماعية والكبيرة وتدهور الاقتصادات والنزاعات التي تأتي نتيجة اليأس. إن اتفاق باريس يعطينا الإطار للتصرف، ولكن علينا نحن أن نبذل الجهود ونحول هذا الاتفاق إلى حقيقة، ونساعد الدول الفقيرة للابتعاد عن مصادر الطاقة المدمرة. إذن الصندوق الأخضر يجب أن يكون البداية. علينا أن نستثمر في البحوث ونوفر الحوافز لتطوير الابتكارات الجديدة، وجعل هذه الابتكارات والتكنولوجيات الجديدة موجودة ومتوفرة للبلدان الفقيرة. عندئذ سنتمكن من إنقاذ الفقراء من الفقر. إذن نحتاج إلى نماذج جديدة للأسواق العالمية، نماذج شاملة ومستدامة. وفي الوقت ذاته نحتاج إلى نماذج حوكمة تكون شاملة وخاضعة للمساءلة أمام المواطنين. أعلم أن البلدان في هذه القاعة لن تتمكن من اتباع نموذج الحوكمة ذاته، فأنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تفرض نموذج حكمها على الآخرين، ولكن يبدو وكأن هنالك منافسة كبيرة بين الحكم الاستبدادي والليبرالية حاليا. وأريد أن يفهم الجميع، أنا لست حياديا في هذه المنافسة. أنا أؤمن بنظام ليبرالي قائم على الانتخابات والحكومة التي تمثل التمثيلية، ولكن أيضا احترام المجتمع المدني والقضاء المستقل وسيادة القانون. أعلم أن بعض البلدان التي تقر الآن بقوة الأسواق المفتوحة ما زالت ترفض اعتماد مجتمعات مفتوحة. لعل البعض منا الذي يروج للنظم الديمقراطية بدأ يشعر بالإحباط منذ نهاية الحرب الباردة، لأننا اكتشفنا أن الديمقراطية الليبرالية لن تجتاح العالم بموجة واحدة. تبين أن بناء المؤسسات الخاضعة للمساءلة هذا يستوجب جهودا حثيثة ويستوجب جهود من أجيال عدة. أحيانا نخطو خطوتين إلى الأمام ثم نعود ثلاثة خطوات إلى الوراء. نرى أن هنالك انقسامات قبلية، ونرى أن السياسة والانتخابات يبدو وكأنها لا تعود بالفائدة. وبالتالي إزاء هذه الضغوط، ليس من المفاجئ أن البعض يقول أن المستقبل هو إلى جانب القوي.
يجب اعتماد نموذج من الأعلى إلى الأسفل عوض عن نظم ديمقراطية ومؤسسات ديمقراطية، ولكنني أعتقد أن هذا التفكير خاطئ. أعتقد أن طريق الديمقراطية الحقيقية تبقى المسار الصحيح. أعتقد أنه في القرن 21 الاقتصادات يمكنها أن تحقق النمو إلى حد ما، حتى أو عندئذ ستحتاج إلى الانفتاح، لأن رواد الأعمال يحتاجون إلى المعلومات لكي يبتكروا ويخترعوا. الشباب يحتاجون إلى تعليم عالمي لكي يزدهروا. وسائل الإعلام المستقلة يجب أن تخضع السلطة للمساءلة. من دون هذا التطور، التوقعات من المواطنين أو توقعات المواطنين لن نتمكن من تلبيتها، وعندئذ سيظهر الركود. وأظهر التاريخ أن القوي عندئذ أمامه خياران: إما القمع الذي يؤدي إلى الانقسامات والمشاكل، أو السعي إلى خلق أعداء في الخارج ما قد يؤدي إلى الحرب. علي أن أعترف بأن معتقدي بأن الحكومة تخدم المواطن وليس العكس. هذا المعتقد يأتي استنادا إلى تاريخ بلدي. بلدي بدأ مع وعد الحرية، وبسبب قيمنا وقوانيننا تمكن المواطنون من التظاهر ومن تسليط الضوء على هذه القيم، وذلك فتح الباب أمام النساء والأقليات والعمال، ما ساعد في توفير الازدهار في اقتصادنا، وأصبح اختلافنا مصدر قوة، وبالتالي تمكننا من إحداث التغييرات الإيجابية في كافة مجالات الحياة، وأصبح شخص مثلي قادرا على ترشح لمنصب رئاسة الولايات المتحدة. إذن أجل آرائي جاءت نتيجة خبرة الولايات المتحدة المميزة، ولكنني لا أعتقد أن هذه القصة هي فريدة فقط وخاصة بالولايات المتحدة. انظر التغييرات التي تجري في مختلف البلدان مثل اليابان وتشيلي، إندونيسيا، بوتسوانا. البلدان التي حققت النجاح هي البلدان التي نرى فيها أن المواطنين يشعرون بأن لهم مصلحة في نجاح البلدان. في أوروبا، البلدان التي اعتنقت الديمقراطية نرى النجاح الذي حققته مقارنة بالبلدان التي لم تعتنق الديمقراطية. فالمواطنون في أوكرانيا لم يتظاهروا بسبب مكيدة حكت في الخارج، بل لأنهم رأوا أن الحياة تحسنت في بولندا. في هذه المجتمعات التي أصبحت أكثر ليبرالية وانفتاحا من مقارنة بمجتمعهم. ده كان جزء سريع كده من كلمة الرئيس الأمريكي باراك أوباما.